أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج لبنان اليوم. لطالما الاقتصاد يتأثر بالقرارات السياسية، لما للاستقرار السياسي من تأثير في دعم الاقتصاد والدورة الاقتصادية للبلاد. السياسات الاقتصادية في لبنان والإصلاحات المنشودة، سياسة مصرف لبنان الجديدة، أزمة الكهرباء وأيضا خطة النقل المشترك، من أزعجت؟ كل هذه العناوين نبحثها اليوم مع ضيفي في الاستوديو البروفيسور في علم الاقتصاد بيير خوري. أهلا وسهلا فيك. موجود. كيفك اليوم؟ أهلا فيك ستنا. بروفيسور، بدنا نبلش بموضوع الكهرباء. يعني من اليومين الماضيين عشنا هيك على وقع التهويل بالعتمة الشاملة، اليوم انحلت ولكن حلول مؤقتة كالعادة. يعني شو رأيك بالمشكلة اللي صارت؟ من يتحملها؟ يعني مش جديدة. كل وضع الكهرباء اليوم هو وضع، إذا بدك، الكهرباء مشروع مشلول بلبنان. مشروع مشلول صار فينا نقول تاريخيا، يعني من شيء بمد لحدود 50 سنة. هذا صار تاريخ، هذا بطل أزمة، صار هيك تشتغل الأشياء. يعني كهرباء تعاقب عليها قوة سياسية كثيرة، صح أنه آخر 15 سنة يعني كان بإيد التيار الوطني الحر، بس كل تعاقب عليها ما قدرنا نشوف نتيجة من سياسات الكهرباء زيتا بعد الحرب. يعني ما في طرف سياسي إلا في مرة أخذ الكهرباء، ما بعرف إذا في حدا زمط. يعني إيه. واضح إنه المشروع الكبير ما في كهرباء للأسباب التالية. أول شيء إنه طلع قطاع مجموعات مصالح خاصة بديلة لكهرباء لبنان، اللي هي تمثلت أساسا بالمطارات. صحيح. وهذا سوق كتير كبير بيتقدر حجمه بمليارين دولار بالسنة. لما يصير في سوق في حجم مصالح مليارين دولار، هيدا صار في ناس تدافع عن هيدا السوق بوجه الشركة اللي ما في حدا بيدافع عنها، إذا بدك، لأنه القوانين مشربكة والصلاحيات مشربكة من شان تشل كل شيء. يعني لأنه في مستفيد، الوزير قادر يشل غيره وغيره قادر يشله والمدير العام قادر يشل. يعني هي علاقات الشلل، هيدي هي جزء من الأزمة السياسية الموجود فيها البلد. بس نتيجتها هو شل كهرباء لبنان. انتبهي، رجع طلع هلا اليوم البديل الثاني، اذا بدك، اللي هو الطاقه النظيفه المتجدده الشمسيه. الطاقه النظيفه اللي هي الناس خلص يأست من مشاريع الكهرباء كلها، ويأست من مش يأست وما عادش فيها تدفع بعد الازمه اللي كانت تدفعه للموتورات وللدوله. بلشت ناس تروح للحلول الفرديه، اللي وانا كل واحد بيركب على سطح بيته او سطح بنايته بيركب طاقه شمسيه، ما يمكن غير كافيه، بس بيصير استناده للمصادر الاخرى حتى لو بالتقسيط. يعني ما كله يعني كله ماشي. هلا انتبهي، هلا لبنان يمكن من اكثر الدول نسبيا انتشرت فيها الطاقه المتجدده، لانه عندك ازمه ما عم تنحل، لانه ما في مشروع عام عم بيقودك، علما انه الطاقه المتجدده لازم تكون جزء من استراتيجيه الطاقه بالبلد. لازم نحن مع الوقت نستغني عن، خاصة اليوم بعد التحديثات التكنولوجية، نحن كانت خطة الطاقة بتحكي عن 20% تحول نحو الطاقة نظيفة. بعد المستجدات التكنولوجية انت فيك تحولي البلد كله على الطاقة نظيفة. بس في مستفيدين من هيدا، هذا اللي عم نحكي. انت فيك تقيسي موضوع المطارات، وفيك تقيسي موضوع كهرباء لبنان كله بده إعادة مقاربة. طب لأنه أكيد في مجموعات لبنان مصالح خاصة. صحيح. أنا ما عم بحكي عن طرف واحد، الكهرباء الكل له حصة فيه. طب بموضوع الأزمة اللي صارت من يومين، يعني واللي هي منا جديدة كل مرة بتتكرر، المشكلة وين؟ يعني وزير الطاقة بيقول هي بمصرف لبنان ما عم بحول الأموال للحكومة العراقية والجهات العراقية، وأيضا المالية العامة، هي وين بالضبط المشكله؟ هي انه مصرف لبنان بيقول لك انا هيدا مني مغطى بقانون، والوزير بيقول لك هو مصرياتي. الوزير معه حق، هذا الشلل المتبادل عم بيحكي، كل واحد عم يشتغل بصلاحياته، الوزير معه حق هيدي مصرياته. نعم. ومصرف لبنان بيقول لك هيدا توريد مش مغطى بقانون، هيدي الاتفاقيه خلصت من سنه وما تجددت. عرفتي؟ وبيقول انا بعمل، اعطوني تشريع من مجلس النواب، ومجلس النواب او مش موجود او ما عم يعطي تشريع. كله هذا سياسه الشلل. شوفي، كله معه حق، بس ما في شيء بيمشي، ما في حدا منهم غلطان. مزبوط، الوزير له مصاري،
صح. ومظبوط مصرف لبنان ما بيقدر يصرف برا القانون. شو بتعملي؟ يعني لن بعدنا بدائره المناكفات السياسيه. انا متاكد انه في قرار كبير كثير كهرباء ما لازم تركب. طب وين اموال الجبايه؟ يعني اليوم تحسنت اموال سعر الفاتوره ارتفع. مصرف لبنان كلهم بس عم بيرجعوا يروحوا مصاريف كمان. ما هي عندها صيانه، عندها كذا، يعني هلا اكيد شوف بلبنان مشكله الكهرباء ابعد من الجبايه، من الاموال المحصله. هي في منها جزء مشكله جبايه اللي هي انه هيدي جبايه اولا غير كامله، وثانيا هيدي جبايه غير ممكنه لانه في ناس ما عندها عددات، وثالثا هيدي جبايه غير واقعيه لانه ما بتعطي، مش عم تتم جبايتها على السعر الاقتصادي للكيلووات. فاذا جمعتي هول كلهم مع بعضهم عندك مشكله جبايه، بس ما فينا نختصرها بكلمه واحده اسمها انه وين اموال الجبايه. اموال الجبايه انجا تكفيك انت صيانه ومعاشات، لانه ما في جبايه، ما في جبايه قد حجم القطاع اللي هو كهرباء يعني لبنان، شركه كهرباء لبنان. تروحي للمشكله الثانيه، انت عندك مشكله سرقه العواميد، سرقه الكابلات، سرقه المحولات اللي هي ماشيه على غربها. طب ما في خطه طوارئ وضعتها وزاره الطاقه؟ ايه كيف بدها تنفذها يعني؟ على اساس انه تزيد ساعات التغذيه وتوقف كل هال مزبوط مزبوط، بس هذا كله انا وقت حكيت عنه، هذا مشروع غير واقع. وحتى الدخول يعني المخيمات مشروع غير واقع، مشروع غير واقع. انت اليوم المشروع الواقع الوحيد هو العدادات الذكيه، يلي بدك يكون عندك تمويل من شان تركبيها بكل تخشيبه بلبنان. ليه ما بنروح على العدادات الذكيه؟ لانه قلت لك مشروع الكهرباء واقف، في قرار اكبر من الكهرباء، أكبر من الجدوى الاقتصادية. القرار اللي موقف الكهرباء هو أكبر من الجدوى الاقتصادية سياسي. وأنا أناقي أنه بالأخير هذا قطاع كثير مهم، مطلوب تخصيصه، مطلوب يظهر من إيد الدولة. فرموه هو بإيد الدولة، حولوه لمهزلة، وهلأ مطلوب يظهر. أمتى بيظهر؟ بس يصير في حل سياسي. وإذا طبقنا الإصلاحات؟ يمكن يكون جزء من عملية الإصلاح. والناس اللي دخلكم لا بدنا بقى الدولة تدير مصلحة، ولا لأنه هي الدولة. شو يعني الدولة؟ الدولة هي من بيديرها حبيبي. ما في الدولة المجردة، هي إذا بدك هي فكرة سامية. بس مين بيدير الدولة؟ هنيك بتوقع المشكلة، لما أنت زوجتي بين مصالح عامة وبين إدارة في عندها طموح خاص. خلص ما بتعرفش تركب تركيبة، ما بتعرفش تركب. صار هو بده يفكر بمصالحه، هو عم بفكر بالمصلحة العامة. أما إذا أنت عندك كثير من هول الناس، إذا صار عندك طابع، إذا صار عندك طابع للقيادات السياسية أو قيادات القطاع العام بتفكر بهالطريقة، طبيعي الكهرباء وغيرها هن يدفعوا ثمن هالعقلية بإدارة القطاع العام. بس يبدو أنه بالمدى العام موجود بكل العالم، أوكي مش ناجح، مش كفوء قد القطاع الخاص، وين ما كان. مش كفوء قد القطاع الخاص، ولكنه بيقدم بس خدمات في معايير بالحد الادنى. صحيح بالحد الادنى في قطاع عام وين ما كان، وين ما كان. مش امريكا، امريكا يعني ام الراسماليه، انه ما فيها قطاع عام. شو الحكي هذا؟ حتى رواتب الموظفين بتنعكس يعني على هذا. انهيار البلد معبر عنه اذا بدك بانهيار مؤسسات القطاع العام اكثر من انهيار الاقتصادي. الانهيار الاقتصادي اخر 5 سنين، انهيار القطاع العام هو مسار تاريخي نحن عم نتفرج عليه. وهذا الانهيار يبدا من انخفاض رواتب الموظفين. لا، هيدي احد ظواهر الانهيار. هو انخفاض مش يبدا من، اكيد يبدا من سياسات مدروسه، يعني وفيها تصميم قوي. يعني في سياسات على عدم اليوم وجود لانهيار أكيد هذا على عدم القطاع؟ وجود المؤسسه العامه، لانه في مصالح خاصه بدها تورط المؤسسه العامه. مين مستفيد من انهيار الدولة؟ كل حدا بفكر بمصلحته الشخصية قبل مصلحة الدولة، ومقتدر بالسياسة بده يفكر هيك. هم سمونهم PEP politically exposed people، عرفتي؟ المعرضين سياسيا. هول هن، هول ما هي الدولة كلها اليوم. شو يمين دايرة؟ دايرين المعرضين سياسيا. بروفيسور، خطة النقل المشترك، كأنه اليوم كان في انزعاج كمان من النقل المشترك بما أشبه الكهرباء كمان، هيدي التعديات اللي صارت بأي إطار بتحطها؟ بإطار اللي عم بحكيه بالضبط، ممنوع تقوم مؤسسة عامة. شوفي حتى بشغلة صغيرة مثل هاي، مشي 3-4 خطوط،
خطة أولية بدائية ممكن توصلنا بعدين ليصير عندنا نقل مشترك، مع أنه أنا ضد هالعقلية بالتفكير. إذا معي وقت بقول لك ليش، بس فضل. تخيلي صار عصابات الأمر الواقع بتقدر تفوت تكسر ممتلكات عامة، لأنه هذا الباص ممتلكات عامة، تعتدي على مواطنين، تطردهم من الحافلة. معلش قوى الأمنية عم تفرج، ما نضحك على بعض. مين أزعجت هيدا؟ لقطوا شخص، لقطوا شخص على أساس من جنسية غير لبنانية، إنه هذا اللي عامل هالشيء، منين له هالعضلات؟ شو مصلحته؟ مين وراه؟ مدسوس يعني؟ مين بعته؟ أكيد. مين بعته؟ مين بعته لهيدا يعمل هيك؟ إنه هلا بنصدق إنه هذا الشخص هو ورا كل هالقصة؟ هيدي فضيحة. هاي فضيحة مش قصة. وراها هذا الشخص، روحوا فرجونا مين وراه، ما حتشوفي مين وراه. مين أزعجت يعني؟ أنا عم أقول لك ما أزعجت كل هاي، أزعجت العشر باصات اللي عليهم نمرة واحدة. أزعجت العشر باصات بلبنان اللي عليهم نمرة واحدة، بتعرفيها هاي ولا لا؟ بكل منطقة في باص، بس كلهم عليهم نمرة واحدة، بس كل واحد بمنطقة مشان ما حدا يكشفهم. إذا أنت واصلة هون، أنت واصلة هون بالتفلت والاهتراء، النمرة عم تستخدم على كذا سيارة بنفس الوقت. أكيد هاي شبكة مصالح، إذا بدك تشبه، ما بعرف قدي حجمها، بس بتشبه اللي حكيتك عنه، عن مطارات الخاصة. في غطاء يعني لهول الأشخاص؟ ما في حدا بيشتغل بلبنان بلا غطاء. مين ما كان يكون ما بيشتغل بلا غطاء. مفهومة مفهومة. اللي واقف على باركينج اخد بورة مش إله، واقف عليها، من واقف شطارته ولا بقوة عضلاته، وقال لك واقف لأنه حدا مغطيه. مفهومة هاي، مفهومة هاي. يعني أنا صرت بقول في عدة إشياء بدنا نفهمهم مع بعضهم من الآخر، ما بقى نرجع للأول. طيب. بس تلاقي زعرني أكيد في غطاء سياسي. بالحديث عن الواقع الاقتصادي بروفيسور، كيف استطاع لبنان يعني أنه يوقف على إجريه رغم كل هيدي الأزمات اللي حكينا عنها، تاريخ بالأزمات عم حدث؟ بس خليني مرق لك أنا كيف بنظر لفكرة النقل العام. تفضل. يوم نقل العام ما عاد بالضرورة نقل المشترك، إذا بدك ما عاد بالضرورة الدولة تستثمر فيه. الدولة بس مطلوبة تنظمه. إذا اليوم الدولة بتجي بتنظمه، بتنظم شبكة وطنية، بتحطها على أبليكيشن، هيدي هالسيارة، هالفان، هالشاحنة، هالمبعد شو، ما طريقة من هالخط لهالخط بساعات معينة ذهابا وإيابا. فكرك قد إيه في لبنانيين ممكن اليوم صحيح يستثمروا بالباصات والبنات؟ صحيح. انت ممكن تخلق حتى المواطن العادي بصير يتنقل قطاع مصالح جديد. لا اكيد. بس انا عم بحكيك الاستثمار كاستثمار لتأمني بنيه تحتيه. ما بقى بدك تدفعي وتجيبي باصات وتعرضي حالي، هذا كل مواطن، هذه كلها استثمارات صغيره شويه وبنيه امان هيدي كمان، وبتفوتي فيها التاكسي، وبتفوتي فيها صحيح. شركات النقل الكبيره. عرفتي؟ واذا عندك باصات بتفوتيهم فيها انت او بتاجريهم للقطاع الخاص بصيغه مجال للاستثمار. هذا حبيبتي بثلاث اشهر انت بتحلي هالمشكله. بس بثلاث اشهر ما بدها شيء. ما بدها شيء. بدنيه. بدها هيئه ناظمه وبدها رقابه. شغلتين هيئه ناظمه بالكهرباء بعد ما عملنا هيئه ناظمه بالكهرباء. بعد بالكهرباء اكبر والله، بس انه هي من نفس النوعيه. عم جرب اقول لك الحل قد ايه سهل، عشان ما حدا يقول لك الدوله ما معها تدفع حق بسيط بكسر بسيطه. شيل الدوله. الدوله بتنظم والدوله بتعمل اوديت. هيدا هو، هي القطاع هيك بيمشي. كل العالم تجي، هذا بحط 20,000، هذا 30,000، بيشتروا هالباصات الصغيرة أو هالتاكسيات. ما هي المشكلة لما الدولة عم تعمل أودت يعني. كمان كمان مزبوط. بس فيك تجيبي شركة أودت معروفة مشهودة لها من العالم، من لبنان. في بتطلعي أنت، بتطلعي جهاز الدولة برا. صحيح. عرفتي؟ كمان هيدي مثلا معك حق، لأنه بالميكانيك ما نجح. الطرف الثالث ما نجح، رجعنا مثل كأنه بالدولة. كنت سألتك عن الواقع الاقتصادي، كيف قدر لبنان اليوم يوقف على إجريه بظل هذا التاريخ من الأزمات؟ لبنان وقف بطريقة كتير مشوهة وكتير تحمل ريسكات. لقلك ليش، نحن هاي البلد وقع اليوم، ما في قطاع مالي وما في خدمات حكومية. عرفتي؟ طب إذا أنت بهول اثنين، ما معنات ما فينا نقول وقف على إجريه. إذا عندك دولة لا تعمل بكفاءة، مؤسسة دولة، وإذا ما عندك شرايين مال، طب كيف المواطن وقف؟ أنا بقلك كيف. أول شيء نحن مثلي ومثلك ومثل كل الناس، هل أهلنا اللي برا دعمونا؟ أموال المغتربين بعضهم عم يدعمونا. عرفتي؟ دعمونا مباشرة بجيبنا، ودعمونا بأنه هلا أنت لاحظتي آخر كم سنة كل واحد بده يروح صيف بيجي على لبنان. لبناني ما بقى يروح مطرح تاني، لأنه حاسس أنه عنده واجب تجاه بلده. صحيح. ينزل يصرف ببلده. عرفتي؟
مشان هيك هلا تجاوزت تحويلات المغتربين ما كانت عليه قبل الأزمة. حجم التحويلات تجاوز ما كان عليه قبل الأزمة. هذه واحدة. اثنين، عندك اليوم عالم التكنولوجيا اللي عم بشغلنا كتير شباب صبايا برا البلد، صحيح، وهن قاعدين هون وهم بجيبوا مصاري للبلد. ثلاثة، عندك انت أموال سياسية، عندك أموال سياسية كتيرة، عرفتي البلد هيدا في صراع سياسي قوي، صراع سياسي متصل بمصالح دولية، صحيح، ومصالح إقليمية، هذا بجيب معه مصاري. اليوم لبنان مركز تجاذب سياسي عربي ودولي، هذا في مصاري بتنصرف عليه، هذا ليضل فيها التوازن بمركز التجاذب، في مصاري تنصرف عليه. شو صرنا، ثلاثة ولا أربعة؟ ثلاثة. طيب. تروحي لأربعة، في الأموال اللي ما حدا بيعرف عنها شيء. شو هي الأموال السوداء؟ أموال سوق الجريمة المنظمة. وسوق، بس ما خفت شوي بعد سوق تبييض الأموال. لبنان بلد مثالي لهالأنشطة هيدي، عشان هيك تشوفي لبنان غرقان بالمصاري. بس كل هالمصاري اللي حكيتك إياها باستثناء الأموال اللي عم يعملوها شبابنا وصبايانا برا، هي كلها تحويلات مش إنتاج، مش إنتاج، تحويلات بس. هالشباب اللي عم تشتغل أونلاين هيدا إنتاج، كل الباقي اللي ذكرت لك إياه هيدا تحويلات. تحويل ما بيكبر الثروة الوطنية، تحويل ما بيكبر لك اقتصادك، تحويل ما بيخلق لك فرص عمل للي بدهم يفوتوا هلا على فرص، واذا خلق لهم فرص عمل لا سمح الله يمكن يخلق لهم فرصه عمل ما لازم شبابنا يشتغلوا فيها. انت فهمي قصدي، انت ما عندك حل الا بالمشروع الاصلاح الشامل، ويبدا باصلاح القطاع العام. الكلمه ما حدا بيحكي عنها، بيقولوا لك خطه النهوض الوطني، هيكله المصارف، شغله واحده ما حدا بيشوف اصلاح خطه النهوض بالقطاع العام. ما في عندك انت من وين تبدا خطه النهوض بالقطاع العام؟ اول شيء هذا بده يرجع يصير قطاع عام معروف شو دوره بالاقتصاد. ثاني شيء بده يستخدم الكفاءات يلي بتقدر تدير مؤسسه عامه من حيث الكفاءه ومن حيث النزاهه ومن حيث الحوكمه اللي بيندار على اساسها القطاع العام. بدك تفصلي، تشيلي ايد السياسه عن القطاع العام. عم تضحكي بعرف، بعرف انك عم تضحكي، بس الرواتب والاجور كيف بدك تستقطب الكفاءات؟ بس تعملي هوديك انت بصير عندك قطاع عام منتج. كيف بدك تستقطب؟ بصير موظف القطاع العام بيقبض وبيطالب وهو رافع راسه. انت فهمي، ما بيقبض مني ولا شكور ربك اللي بعدك عم تشتغل، شكور ربك اللي بعدك ملاقي شغل، كل الناس قاعده ببيوتها. شو بيقبض اليوم انت ذاتا؟ يعني هالقطاع العام اكيد، يعني انا متاكد انه 90% منه مظلوم و10% فاسد. رغم كل الفساد الموجود بالقطاع العام، في 90 ظلم وفي 10% فساد، بس هو 90 يعني عم يشتغلوا كأنه حدا مربحهم جميلة انه عم ياخذهم على الشغل. صحيح، عم تفهمي شو قصدي؟ لا، هاي كفاءات باقل قيمة. انت تطلع بهالمؤسسة شو فيها كفاءات من اللي عمرهم 60 لا الشباب والصبايا مثلي. صحيح، هاي مليانة كفاءات، وانا بعرفها من 30 سنة هالمؤسسة. مليانة كفاءات وخرجت للتلفزيونات الخاصة. صحيح، كمان اهم الكفاءات من هون طلعوا، عرفتي؟ بس ليش هون مأكول حقهم؟ القطاع العام اليوم اللي عم يستفيدوا منه 10% وعملوا ثروات، وعملوا ثروات، بس في 90% متهمين، عرفتي؟ وهن اللي عم يتعبوا وعم يعملوا وعم يشتغلوا ومش طلع لهم بالاخير، عم بربحون جميل معيش، شكون ربك. اذا بدك تختصري مشكلة القطاع العام بما له علاقه بالبنيه الحاليه، هذه بما له علاقه لوين بدنا نروح بدون اليوم مشروع نهوض بالقطاع العام يفرجي الوجه نظيف لهالكفاءات الموجوده والكفاءات اللي لازم يستقطبها القطاع العام. بس نحكي بهيدا الاطار بروفيسور كانه عم نحكي شعارات، لانه شعر. الموضوع لا مش مرتبط شعارات. بالاستقرار شعر. السياسي شعر بالسياسة. شعر، انا بعرف انه شعر، بس انت سالتيني انا بدي، انا بعرف الوضع كثير بعيد عن هيك. المشكله انه بنعرف الحل وين، بس ما بنروح على الحل لانه في مصالح. برجع بقول لك شو بيمنعنا نروح على الحل؟ لبنان جهل. لأيمتى هيدا؟ نحن مش جهلة ولا سياسينا جهلة، كوني اكيد سياسينا مش جهلة. في منظومة مصالح هي اللي عم بتدمر الدولة بلبنان. منظومة مصالح خاصة، مجموعات مصالح خاصة. طب كيف فينا نظهر من هيدا؟ تضارب المصلحة الخاصة، كيف فينا نظهر مع من المصلحة العامة؟ كيف فينا نظهر من هيدا الجو؟ كيف اذا ما في قرار، ما في نوايا؟ كيف يعني حنضلنا محل ما نحن الا اذا انتبهي؟ الا اذا شوفي لبنان اليوم ضايع دوره، وله دور اليوم ما له دور. عرفتي يعني اذا بتشيلي دور المقاومه بلبنان ما في دور. لبنان بالهواء، بس اليوم هو مركز تجاذب سياسي عربي دولي، بده يخلص
على رسمه للمنطقه. ركزي معي. اوكي. بس اركب رسمه المنطقه. بده يركب مطرح للبنان فيها. يا بيركب اشابمون يا بيركب ضوء. هو الاحتمالات بين الاشابمون والضوء. اذا ركبنا اشابمون الله يعيننا. بس اذا ركبنا ضوء السياره بكون في عندك بده يجي تركيبه جديده. نعم. مختلفة تماما عن اللي شايفتيه انت بإدارة البلد. او اذا مش تركيبة جديدة سياسة جديدة. تركيبة جديدة. تركيبة جديدة. بدك عنصر، بدك عنصر بشري. في عنا دولة عميقة بروفيسور. يفكر ايه ماشي. عنا دولة عميقة. ماشي لما تعرف دورة جديد ما بيقعد فيها تتجاوز، اقعد حاسبين قبضيات كثير. او اجبى الناس بس عارفين انه هلا لبنان اشابمون. فيهم يعملوا اللي بدهم اياه، الكل اللي بدها تبعد عن ريحها، كل الناس بدها تبعد عن ريحها. بس لما يتغير هالدور اذا ركبت سيبي بالمنطقه تاني، انا رايي الشخصي نحن ما فينا نكون الا ضوء. ضوء. ضوء لانه عندنا كل شيء لنعمل ضوء. عندنا كل شيء لنلعب دور الضوء مش دور الاشابمون. عندنا كل شيء، هالسياره اللي اسمها المنطقه موجوده بالاخير عم ترجع تتركب. نحن هلا بالاخر باخر السياره نحن موقعنا الحقيقي هون. وانا بعتقد المنطقه بتحب لبنان اكثر ما زعماءها بحب. بالمختصر. طب بروفيسور حضرتك من المتخوفين من التضخم الى حد انه نصبح معه كفنزويلا وزيمبابوي اليوم بعد ربما تغيير سياسه مصرف لبنان بعد يعني ما اجى الحاكم بالانابه تغيرت ربما هذه السياسات، سعر الصرف عم بضل على 89، ما رجعنا شفنا تلاعب بسعر الصرف، شو بتفسر هيدا الجو؟ لك 89 منيح انه ثبت. بس الثبات مش منيح. ليه منيح انه ثبت؟ لانه نحن كنا متفلتين. صح. وصلنا لل 145 كان ممكن يوصل للمليون او يصير بلا سعر مثل فنزويلا. ليش انا اعتبرت انه سياسات الحاكم بالانابه صحيحه؟ صحيحه لانه هي علاج موضعي بلحظه. ما ممكن يكون حل مستدام. رح اقول لك ليش. نحن كنا طالعين من ال 1005 بلش مصرف لبنان يطبع بهالمصاري وسعر الصرف ينزل، يطبع بهالمصاري وسعر الصرف ينزل. رجع عمل خطه ثانيه ليلم الدولارات، صار يشتري على سعر يبيع على سعر اوطى منه. رجع زاد فاقم بالازمه. لما اجى منصور يوقف هيدي اللعبه، لعبه الطبع ولعبه صيرفه. طبع اما لسحب الدولارات واما للتمويل المباشر للدوله، اثنيناتهم وقفوا. جامد الدولار. ليه؟ عقم الليره، بطلت الليره اداه لاستخدام للقطاع العام ومع كل المشاكل الموجوده بالقطاع العام ولاستخدام المصارف والسوق مع منصة صيرفة. وقفها هاللعبة. هذا هو قدر امريكا دعمته. راح على امريكا وقالوا له ما فيك تعمل الا هيك، ولا انت منك رياض سلامة. انت منك رياض سلامة وفهمك كفاية. عرفتي؟ ورجع لهون وقال لهم بدي استقيل. انا ما خلوه يستقيل، قال لهم ما عندنا مخرج، بدك تضل. قال لهم بدي طبق السياسات اللي قالوا لي عنها برا. وقف اقتراض الحكومة. وقف عمل اذا بدك هذا انجاز ثوري اللي عمله بوقتها. بس هل هيدا هو الحل؟ منه حل مستدام. لا منه حل. لا منه حل اكيد. منه حل. الحل انت لما بترجع الليره اللي هي قايمه على سياسات رشيده بالقطاع العام تلعب دوره بالاقتصاد، وبيرجع مصرف لبنان بيلعب دوره بالسياسه النقديه. يعني هو يلي بيتدخل بالاسواق المفتوحه، هو اللي بيتدخل باسعار الفوائد، عرفتي؟ هو اللي بيتدخل بالصرف الاجنبي. بيرجع دور متوازن لمصرف لبنان. شو بيصير وضع الليره بساعتها؟ بيصير وضع الليره عائم، بس عائم على سياسات صحيحه. صح. لما تعومي ليرتك على سياسات صحيحه ليرتك ما بتتضرر. بتتضرر اذا لنقول بالشتويه خف دخول الدولار على البلد، بتنزل ل 10% 7%، بتقوم بالصيف بتعوضهم. موسميه يعني. موسميه مثل تركيا، مثل كل هالدول اللي قايمه على السياحه. شو بصير فيها؟ طب امتى بصير بيطلع وبتطلع وبتنزل العمله بشكل بهامش مدروس وبحسب الظروف يعني. وبحسب ايه، اذا في ضغط سياحي بتقوى العمله. ايه في قحط سياحي بتضعف العمله، بس بظروف معروفه مش بسيطره نافذين على السوق. عم يستخدموها ليعملوا مراجحه وليعملوا ارباح خاصه ومطبقين بينهم وبين مصرف لبنان وبين الدوله. يعني ثبات سعر الصرف اليوم هو مش تحرير لسعر الصرف،
مش تحرير. لا تحرير هي لما انت بتكون العرض والطلب بيحدد السعر. اليوم مصر في لبنان محدد السعر. ليش؟ ليش قادر يحدد؟ ليش؟ لانه الليره مطلوبه. لو الدولار مطلوب ما بيقدر يحدده، هو مسيطر على الليره. يعني نشفة. بعض الليره عنده نشفها من السوق. ما بقى في ليره. شو في ليره بالسوق؟ 600-700 مليون دولار. ما في شيء، كل السوق دولار. اذا هو مسيطر على الليره وقادر يحصرها عنده بيثبت سعر الصرف. بس لو في طلب على الدولار يا بيلبي هو من دولاراته، عرفتي، يا اما بيفلت السعر. عم تفهم قصدي؟ هو عمل لعبه بالمقلوب، سيطر على الليره. انت بدك تسيطر على وحده من اثنين. اذا بدك تطلبي دولار شو بده يكون معك؟ يكون معك ليره لتطلبي دولار. لما ضبط الليره هو ما بقى حدا في يطلب دولار. الامر الطبيعي، الامر الطبيعي انه يثبت سعر الصرف. هل تثبيت بيناسب التضخم والاسعار؟ لا. لأقول لك ليش؟ لأنه أنت عم بتثبت على سعر بوقت اللي البلد ما عم ينتج. قلت لك نحن عم تكبر التحويلات عنا، صحيح، مش عم يكبر الإنتاج. إذا البلد ما عم ينتج من أول الأزمة لليوم بيروحوا بين 16 و18 مليار دولار حجم الناتج الوطني، معناته يعني البلد ما عم ينتج. يعني هذا تلت ما كنا عليه قبل الأزمة. بصير هيك وبصير عندك هالتحويلات الكبيرة عم بتغذي القدرة الشرائية، بصير عندك قاعدة إنتاج قليلة على قاعدة طلب واسعة بتطلع الأسعار. اقتصاد رياضي. ليش قالوا لك هذيك اليوم 56% طالع الأسعار من سنة لليوم؟ طب ما سابت الدولار من سنة لليوم. مظبوط. معناته الدولار غير مسؤول عن ارتفاع الأسعار. شو مسؤول عن التضخم صار؟ في جزء صغير مستورد لأنه برا العالم كله عم يغلى. بس في جزء تاني إنه أنت عندك طلب وما عندك إنتاج. يعني الانتاج قليل والطلب كبير، بدها تعلى الاسعار، وهيدي مسيره مستمره. انتبه، ما راح تخلص بدون ما نعمل كل هالخطوات اللي لازم نعملهم، الاصلاح الشامل. لانه نحن صرنا بمطرح بالجوره، ما بقى فيك تقلعي بانه تتكلي على الله وتقولي ها هذا لبنان، لبنان ما بيوقع ودائما بيقيم حاله. مزبوط، شعب اللبناني هيك دائما بيلاقي طريقه بيقيم حاله، بس البلد ما بيقوم هيك. والاصلاح بيقوم الشامل يبدا الفردية. من اعاده تنظيم المؤسسات. يعني اليوم يبدا من اذا بدك خطه نهوض بالقطاع العام. والله صدقيني القطاع العام هو عصب البلد بكل دوله. طيب هيدا القطاع منهار اليوم، يعني بدنا اعاده انتظام بمؤسسات الدوله. ما تتوقعي انت. ما تتوقع يزبط البلد اذا هالقطاع منهار. بتصلحي هال بتصلحي هالقطاع بيزبط البلد وما بيعد يوقع لا مثل 84 ولا مثل 2019. اصلا بعد ما عنا رئيس جمهوريه يعني حنضلنا ندور بهيدي الحلقه المفرغه. عشان هيك قلت لك اليوم نحن بمرحله تفكك هريان هريان شامل. هالسياره اللي عندنا او الضوء الاجمو اللي بدك هلا مهري بدك تشوفي شوفي رسمه كبيره نرجع نشوف شو مطرحنا فيها. طيب تحدثت حضرتك عن اقتصاد لبنان الريع والغير منتج، برأيك بعده هيدا الاقتصاد حر؟ لك هو وقت وقعت البنوكي جزء كتير من اقتصاد الريع راح. اليوم بالعكس، هذيك اليوم عم بسمع وزير الاقتصاد كان عم يحكي انه قديش تطور القطاع الصناعي بلبنان. ليش تطور؟ قديش تطور؟ قديش زاد التصدير؟ هاي مؤشرات ايجابية، بس هاي بدها سياسات ترفضها. بدأ قطاع عام يرفضها وبدأ اقتصاد يرفضها. احنا راح القطاع المصرفي عنا، عرفتي، وراحت الفوائد اللي كانت قاتلة الصناعيين عنا، عرفتي، وقاتلة الاقتصاد كله اساسا. شوفي انت بعد الازمة تخلصتي من عبئين كبار، الفوائد المصرفية والضرائب المجحفة. الضرائب المجحفة بحق المواطن. كل البلد مورط بالدين ويدفع فوائد، بالتالي انت ما عم تقدر تخلق ايه فوائد للادخار وللاستثمار. وكل البلد مورط بالضرائب، كان ضرائب 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 ضرائب. يعني الدولة عم تمول اليوم نفسها على حساب كل الدولة. حجمها 3 مليار. نعم. قديش كان حجمها قبل؟ 16 مليار دولار تاخذ مني لتعيش، جزء منه ضرائب وجزء منه تتدينه. اليوم كل الدولة 3 مليار ومانعها مصرف لبنان تتدين فرانك. طب بشو بتصنف اقتصاد لبنان اليوم يعني؟ ما بعرف صراحة، ما بعرف. بطل اقتصاد نو مانز ايكونومي. اقتصاد لا، كيف بيقولوا نو مانز لاند. هلا ما في، يعني هلا ما في تصنيف. هلا انت بقعر الازمه، يعني شيء متحلل، عرفتي، ما في، يعني شجره محروقه بتسميها شجره؟ ما فيك تسميها شجره. ايه كانت شجره،
طيب رح نستكمل حديثنا إن كان بالاقتصاد وبالسياسة ولكن بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد. أعود وأرحب في ضيفي بالاستوديو الأكاديمي بيير الخوري. أهلا وسهلا فيك عن جديد معنا. كنا حكينا على أنه كيف الدولة عم تمول نفسها على حساب المواطن والضرائب المجحفة وغير المحقة. بموضوع حرب غزة وتأثيرها اقتصاديا على لبنان، يعني زادت من الطين بل اليوم. نحن أولا كنا بأزمة وإجت هيدي الحرب، كيف أثرت على لبنان؟ هلا هي اثرت اكيد، لانه كل حرب بتجر معها مجموعه من المخاطر اللي هي اذا بدك بتخوف المستثمرين. بس نحن لحسن حظنا مدري لسوء حظنا لبنان ما كان في مستثمرين وقت صارت حرب غزه. صحيح. لبنان ما كان بيئه، ما في بيئه استثماريه. هلا المؤشر الايجابي انه طيب موسم السياحه قلع اكثر من سنه الماضيه، يعني هلا كلهم بيقولوا لك انه ارقام الوافدين جاوزت العام الماضي اللي ما كان فيه حرب. هذا مؤشر ايجابي كمان. عرفتي؟ بس بالاجمال اكيد هذا الوضع اذا استمر ببنيه مهتريه مثل اللي عندنا اياه، وضع الحرب اذا استمر هذا دمار شامل. عرفتي؟ بس انا عم بحكيك عن شغلتين. استثمارات، نحن ما كنا جاذبين للاستثمارات قبل حرب غزه. لنشوف انه حرب غزه اثرت على الاستثمارات. تحويلات، نحن ما عندنا بنوك تستقبل تحويلات. تحويلات المغتربين عم بتزيد والسياحه عم بتزيد. عرفتي؟ بهيدا المعنى، بهالمعاني هول ما أثر. بالمعنى على المدى الطويل، يعني إذا استمرت هذه الحرب، لبنان اللي بده إصلاح مبارح مش اليوم، أكيد هيدي بتعرقل كل شيء. يعني فينا نقول أقل أضرار ممكنة حتى اليوم بفعل الحرب؟ لأنه أنت مضروبة، لأنه نحن أصلاً بواقع الأزمة. البلد مضروب. نعم. البلد مضروب، يعني منه البلد أنه هلا بتدي لجي. نحن أكيد مش مثل غزة، والله يعين غزة، بس خدي غزة قبل الحرب. طبعاً غزة دفعت كثير، لأنه دفعت من الثروة الوطنية، راح بيوت، راح مستشفيات، راح مدارس، راح جامعات، راح البلد انجرف. ايه بس انه كمان شو كان اقتصاده مثلا قبل. اذا جيد بروفيسور انه القطاع السياحي بلبنان يعني مزدهر على الرغم من التهديدات والتهويل بالحرب، ان كان تعاطفا من المغتربين او محبة، وانه فعلا لبنان بلد حلو، لكن القطاع التربوي اليوم كيف؟ خلينا قبل بالسياحة معك. تفضل. لكن السياحة كلها صار بلبنان بمبادرات مناطقية، خطة سياحية شاملة. أنت تخلي واحد يروح على البقاع، يروح على الشمال، يروح على الجنوب. برامج سياحية تقدر تعيش كل المناطق، نحن معنا خطط فردية. ونحن إذا بدنا نطلع اليوم من الأزمة لازم تكون هاي الخطة، إذا طلعنا لازم تكون هاي الخطة صار جاهزة. أنت عندك مناطق فيها سحر بأطراف لبنان، هذه كلها بدها استثمارات وبدها دعم من شان تسويقها. عرفت كيف؟ وبدها وضع امني اكيد يسمح بانه هالسائح او المغترب يبرم بكل لبنان بسهوله، بطول واحد، انماء متوازن. واحد. يعني في الاف سبوتات، مش مئات، الاف سبوتات سياحيه. يعني ممكن تجيب لك ثروه هائله هاي لحالها، لانه انت صغيره، انت مش تركيا. تركيا عندها الاف سبوتات، بس تركيا بلد عنده مصاريف كبيره وحجم اقتصاد كبير، انت بلد صغير. انت هيدي اذا كل سبوت نحن عملناه ممر سياحي. عرفتي؟ ووسعنا اطار السياحه، يعني انواع السياحه هن 7-8 انواع رئيسيه. عرفتي؟ بتكوني انت بلشت تمهدي انه خروجك من الازمه رح يجيب استثمارات هون. عرفتي؟ رح تلاقي طريق تلاقي هالاس. اما الباقي كل اللي عم بيصير اليوم، انتبهي، كل اللي عم بيصير اليوم بلبنان واستثمارات فرديه. احنا هذيك اليوم على منطقه الاموعه بعكار، وارض قديش بدك لتوصلي لها؟ تطلعي من عكار تحت على الساحل بدك مدري قديش لتوصلي لها. لقينا واحد عم يعمل اوتيل وعنده مطعم، تقصده الناس هو تسوق بهالطريق الحرام، طريق بده شغل بس بيقصدوه. طب هذا في ممكن يكون في مثله 100,000، لانه منطقه ساحره، منطقه ساحره هنيك. قديش في مطارح حتى للسياحه الداخليه؟ ممكن تأمل لك أنت تداول الدخل بين اللبنانيين بقلب البلد وتكبره، لأنه الدخل لما يتداول يكبر. عرفتي؟ وده ممكن تجيب لك من برا. طيب
طب سألتك عن القطاع التربوي كمان، نعم. عندك تعليق بهذا الموضوع اليوم، كيف تأثر قطاع التعليم؟ هلا انت اليوم صرتي بمشكلة حقيقية، قالك شوي المدارس والجامعات ما بقت فيها تمشي على الاقساط العتيقة، لانه كل شيء رجع غالي بالبلد. يعني ما بقى في شيء تتقارنيه مثلا بال21 22 هيكل الاسعار تقريبا رجع لمثل 2019، شوي الاجور بعد اقل بس اقل 25%. بالوقت اللي القطاع المنزلي قطاع مضغوط بميزانيته، لانه صح انه ممكن يكون رجع مستوى المداخيل ل 75% من قبل، بس المصاريف الالزاميه بالبيت كبرت، كهرباء عم تدفعي اكثر انت، وكل شيء خاصه بالتضخم، الانفاق المرتبط بالتضخم، يعني من سله الغذاء للاستهلاك لكله كل شيء صار اغلى، اكبر نقل عم تدفعي. اذا هيدا انت عندك تناقض اليوم بين مؤسسات مجبوره انه ترجع تعدل اقساطها وبين قطاع منزلي مش قادر يلبي هالارتفاع. في ازمه بالتعليم وقطاع أكيد. التعليم العام الرسمي ما بيساعد كمان، وقطاع التعليم العام كمان في أزمة المعاشات وأزمة ما بيساعد. جامعة اللبنانية قد ايه بتساعد؟ بتساعد بهالاختصاصات اللي بالنهاية ممكن واحد يكون عنده بده يدرس تاريخ، بده يدرس علوم اجتماعية، اللي هي ما فيها وصلة دايركت مع السوق. اختصاصات مهمة كثير ما في، بس كل شيء في وصلة دايركت مع السوق في كونكور إخصائي، يعني بكبوا برا بدهم 200 واحد او 150 او 300 بكبوا برا. بكبوا برا وين بده يروح؟ بده يروح على الجامعات الخاصه. بروح على الجامعات الخاصه، اذا انت ميزانيه العائله عم تضعف بتصير بدك تفتشي على الارخص. صح، تفتشي على الارخص بالاجمال معناته عم تعملي كومبرومايز شوي على النوعيه. يعني هذا الموديل ما بيسوى. لبنان اذا فقد قطاع التعليم فقد كثير من، اذا بدك، من عناصر قوته، لانه نحن بلد الموارد البشريه. قطاع تربوي هو اساس باي مجتمع مزبوط. طبعا قطاع الصحي بناء المجتمع هو المسؤول عن بناء كمان المجتمع. كمان بس هلا نحن عم نكمل بالازمه، انه هلا نحن عم نعطل اكثر الترقي بالعلم الجامعي والعلم المدرسي، اضافه الى ضغط ازمه النازحين السوريين كمان على كمان القطاع كمان التعليمي على المدارس والى اخره. معك حق، هلا هي ازمه مستقله، أزمة نازحين، أزمة مستقلة، وهيدي بقول لك أنا أكبر من لبنان. ما أنا مستقلة عن الواقع العام اللي عم نعيشه. الأكبر من لبنان. مثل كأنه اتجهنا نحو الدمج بالسياسات. لا، الأوروبية بدهم دمج، وبعتقد مؤسسات دولية بدهم دمج. بس هي فعليا تدرجا ما عم يصير بدون ما نحس. في إجماع على القليل اللي نحن بنسمعه إنه ما بدنا دمج، وأنا بعتقد سياسة الدمج هي غلط، لأنه سياسة الدمج معناتها عم بيقولون للسوريين ما فيكم ترجعوا. هلا نحن ما بدنا، بس ما عم بصير حد. هي غلط كمان، لانه عم بيقولوا للسوريين انتم بدكم تتوطنوا وما بدكم ترجعوا بلدكم. بعتقد هاي جريمه بحق الشعب السوري اذا هيك عم بفكر المجتمع الدولي. يعني ما بعرف شو اسبابه، يعني بس انا بعرف هاي ضريبه توزعت بشكل اساسي على ثلاث بلدان اللي هن تركيا، لبنان، اردن. عرفتي ضريبه المجتمع الدولي على هالثلاث بس بلدان. تركيا والاردن عارفه تتعاطى مع الملف. يعني اول شيء انا بقول لك تركيا بلد كبير وبيستوعب. الاردن شبيهه لنا، بس الاردن فيها يعني سياسات استراتيجيات، عملت استراتيجيات للتعامل مع موضوع النازحين السوريين، وقدرت ما تخلي هالمشكله تنفجر بقلب المجتمع الاردني. نحن طبعا بسبب اذا بدك الانشقاق السياسي والاستقطاب اللي صار حول الحرب السورية بلبنان، فتنا بهالفوضى. يعني في حمايات صار للنازحين مقابل استعداء للنازحين، حمايات مقابل استعداء. طب اليوم كأنه صار في خطة موحدة، قرار موحد، شعور موحد، شعور موحد ربما، ولكن قادرة الحكومة على أنه تنفذ الخطة اللي وضعتها؟ ليه؟ شو هي العوائق؟ مجتمع الدولي ما في بده يخليهم هون، وما بده يهن يروحوا على اوروبا. عنده شغلتين، طالما ما طب ما يروحوا على اوروبا يخليهم يروحوا على بلادهم، طالما يوقفوا تمويل هون، يمولوهم ببلادهم. ما بيمولوهم بسوريا لانه ببطلوا نازحين، ولانه اذا مولوهم بيرجعوا بقووا اقتصاد السوري، وهن عم بحاصروا سوريا بقانون قيصر. ايه عندك هيدي، وعندك قصه انه بدهم سوريا ما يروحوا على اوروبا،
ما يعتبروا لبنان ممر ليروحوا فيه على اوروبا. بصيروا هون يعرضوا لك مليار، هون بيعطوا 3 مليار مساعدات، هون كذا، وبيضغطوا سياسيا. هن قوايا يعني، هن قوايا بيضغطوا سياسيا. طبعا بشوف انا شو بيشتغل مثلا وزير المهاجرين، شخص عم يشتغل بقلبه وبعقله، انه بده حل، يعني بالاخير حل كمان يحمي لبنان ويحمي كرامه هالمواطن السوري. بس لحاله ما بيقدر يحقق شيء. ما بيقدر، ما بيقدر، وانا بعرف انه ما بيقدر، وهو بيعرف انه ما بيقدر، هو بيعرف انه كذا مره تجاهلوا مشاريع قدمها، تجاهلوها يعني بشكل كلي، لانه الناس عارفه يمكن انه المجتمع الدولي بده هيك، وهني ما بدهم يزعلوا المجتمع الدولي. برأيك هيدي القنبلة الموقوتة قادر يعني أي رئيس جمهورية أنه يجنبنا بحال تم انتخاب رئيس الجمهورية، يجنب البلد هذه القنبلة الموقوتة؟ هذا قدر. كيف يعني قدر؟ قدر ضريبة انفرضت على ثلاث بلدان، ضريبة بتضل ماشية حتى لو كان ليلاقوا حل سياسي بسوريا أو ليزوبوا النازحين بالمجتمعات الكبرى بأوروبا، يعني طب الانفتاح العربي أستراليا. على الانفتاح العربي على سوريا اليوم بيتعارض مع هيدا الموقف الدولي من سوريا؟ في صراع على سوريا، محاصرتها يعني، في صراع على سوريا، انتبه، في صراع على سوريا، صراع اقتصادي، والعرب مصالحهم غير مصالح امريكا. العرب ما بدهم يشوفوا انه الايرانيين سيطروا على سوريا، خلقوا طريق لهم منشان يعملوا توازن ب من الاماراتي والسعودي، بينما الامريكان عنده حسابات ثانيه يعني. العرب بالاخير سوريا عربيه، ومش من مصلحتهم هلا جرت الظروف السابقه لهالكلاش، اذا بدك العربي السوري والايراني العربي. بعد قمه بكين صار في جو افضل بين السعوديه وايران، وصار في شغل على الملفات مشتركة، مشتركة 100%. الوضع هلأ أفضل بمئة مرة، وهذا لمصلحتنا كلنا، وحدة العرب لمصلحتنا، وعدم تفجر الصراع الإسلامي الإسلامي لمصلحتنا، لمصلحة لبنان كمان، لمصلحة كل الدول العربية والإسلامية، لمصلحة لبنان، لأنه لبنان كمان عانى من هذا، من هذا الصراع. بس لتنحل قصة سوريا بدك أمريكا وأوروبا، هي مش بإيد إيران والسعودية وروسيا مثلا والدولة السورية والدولة اللبنانية. الصاعد وضع سوريا هو وضع دولي، الأمريكان موجودين هناك بقلب سوريا، والأمريكان فارضين قانون أيسر، والأمريكان مسيطرين على موارد سورية مهمة بتخنق سوريا أو بتخليها تتنفس. إذن هناك المشكلة. يعني أنا برجع بقول لك وضع سوريا يرحل للوضع النهائي للمنطقة، التسوية الكبرى. كل مشكل اليوم بيفتح بالعالم وخاصة بيفتح عنا بالمنطقة، بنعرف إمتى انفتح، بس ما رح يسكر الا بالتسويه النهائيه. لاحظي انت التسويه الكبرى، لاحظي منذ الربيع العربي الدول اللي راحت على الحرب بعدها بالحرب. برايك هيدي التسويه، مين في دوله راحت على الحرب بعد الربيع العربي؟ العرب بعدها بالحرب. نعم بعدها بالحرب، ولكن حرب غزه بتضل 100 سنه اذا ما صار اطار سياسي للحل. طب بالمؤشرات اللي هلأ عم نشهدها، يعني برايك هيدي التسويه اقتربت او بعدها بعيده؟ انا بقول نحن بربع الساعه الاخير يا أما رايحين على خراب العالم، يا أما رايحين على تسوية كبيرة. عنوان الشر الأوسط اللي بصالح الأمم هو الشر الأوسط. ليش؟ بلد فيه ثروات وفيه شباب، وبلد عقدة مواصلات. صحيح، عقد المواصلات اليوم له أهمية كبيرة بالاقتصاد العالمي، وعندك جيل شاب كتير قوي، وعندك ثروات. يعني الاقتصاد أكبر العالمي العالم اليوم موجود يعني. الاقتصاد العالمي اليوم يبني على ثروات الشرق الأوسط. كربج، كربج الاقتصاد العالمي، كربج يبني على ثروات الشرق الأوسط. أكيد، وعلى المستقبل اللي ممكن تصنعه للاستثمارات الشرق الأوسط. أمير محمد بن سلمان شو بيقول لك؟ منطقة العربية هي أوروبا الجديدة. صحيح، هذا شو، هذا مش حكي، هي مش شعارات وخطابات. واضح التقل عم ينقل من أوروبا وعم ينقل من الغرب، إذا بدك لوين بده يروح؟ وهذا الشيء بيزعج لا في روح على روسيا ولا في روح على الصين، بده يجي على منطقة وسط، بده يجي الشرق الأوسط منه لحدا، الشرق الأوسط الكل فيهم يشتغلوا فيه.
وكل في ياخد حصته نقطة وصل وفي يعني. ثروات هائلة ومعدلات الربح بالعالم كلها صارت هالقد. هاي المنطقة بعدها بتتيح معدلات ربح عالية للاستثمارات. يعني إذا كانت منطقة العربية فيها شمس منطقة فيها شمس صحيح. يعني الطاقة المتجددة صحيح. فيكي تعملي استثمارات تريليارات فيها وفيكي تعملي عحدودة استثمارات مكملة بتريليار مكملة بتريليارات تانية. منطقة فيها ناس متعلمة منطقة فيها مهندسين ثروات على كل المستويات. إذا كانت المنطقة العربية هي فعلا أوروبا الجديدة قديش الموقف العربي الموحد اليوم فعلا بقوي هذه المنطقة؟ طبعا هي بدها ما بتزبط إذا بدك ما بتزبط إلا بأنه يصير في قيادة عربية وأنا توسمت وقت طلعت القيادة السعودية الجديدة وصار القمم العربية ثلاثة بالرياض من سنتين ثلاث سنين إلا شوي ما بتذكر 22 بآخر 22 سنتين إلا شوي قلت إنه هلأ يعني الناصرية راحت من زمان بس ما طلع قيادة عربية بدالها طلع قيادات عربية متناحرة ممكن اليوم تشكل السعودية قيادة عربية فيها لا صلح مش فيها لا نزاع عرفتي قصدي والقيادة الشابة السعودية قيادة واعدة أصلا من خلال سياستها اليوم تصفير المشاكل يعني هيدا هو تصفير المشاكل هو إذا بدك ترجمة للي عم قلك إياه بدك إطار تعاوني بالمنطقة وبدك طرف قوي عنده الثروات وعنده الفيجن عنده نظرة لمستقبل المنطقة واليوم المفاوضات الإيرانية السعودية تخدم هذا المشروع العربي أكيد لأنه كمان إيران هي جزء أساسي من هالمنطقة وإيران أرض استثمارات بيساع كثير استثمارات مين عطلة؟ مين عطلة؟ الرئيس ترامب كانوا اتفقوا مع أوباما لا ما هو خزق الاتفاق صحيح الاتفاق النووي هذا كان بيجيب استثمارات على إيران بتصير إيران بعد كم سنة كوريا الجنوبية هو خزقوا لأنه هو بده يكون وراء الاتفاق يمكن هو بده يكون أو إنجاز لأنه في عقيدة كمان هو إنجاز بالنهاية الاتفاق إنجاز بس ما بيكمل تبه إذا العرب برا هلأ شيء جديد اتفاق العرب 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 الإيراني بيسمح للمنطقة كلها تفاوض على مستقبلها بشكل أحسن طيب البروفيسور والخبير الاقتصادي بيير الخوري شكرا على هذه القراءة الأكاديمية والموضوعية مرسي إليك مشاهدينا الكرام الشكر موصول لكم ويتجدد اللقاء في النشرة الظهيرة شكرا لكم.